حلقة جديدة من برنامج حظك اليوم، وهنبتدي مع برج الحمل. مهنيا هتروح لشغل جديد وهتحقق فيه انجاز مهم جدا. عاطفيا هتضايقك طريقة انفصال الشخص اللي بتحبه عنك لانه ما قدمش اي مبررات. برج الثور، مهنيا هتبهر رؤسائك في الشغل بالافكار اللي هتقدمها اللي هتعود عليهم بنجاح كبير. اما عاطفيا فانت هتستشير الشخص اللي بتحبه في امور كانت شاغله بالك وهتستفيد من اجابته. برج الجوزاء، مهنيا حاول النهارده انك ما تقدمش اي دعم ولا اي ملاحظات لاي شخص لان ده هيضر بيك. عاطفيا النهارده هتقابل شخص هيجذبك وهتحاول تقربه. برج السرطان، مهنيا خد بالك عشان في شخص بيحاول يوقعك عشان يخلص من نجاحك. عاطفيا انت مش مهتم بمحاولات الشخص اللي بتحبه انه يجذب انتباهك. برج الاسد، مهنيا الياس ملوش مكان في حياتك، فما تيأس وكمل في شغل. عاطفيا الشخص اللي انت معجب بيه مش بيبادلك نفس الشعور، فما تضيعش وقتك اكتر من كده. برج العذراء، مهنيا هتحصل مفاجاه في الشغل هتغير مودك جدا وهتخليك قلقان. عاطفيا حاسس بالملل مع الشخص اللي بتحبه وبتفكر انك تنهي علاقتك بيه. برج الميزان، مهنيا النهارده يومك مش هيكون فيه اي مشاكل ولا معاكسات من اي نوع. عاطفيا انتقادات الشخص اللي بتحبه ليك هتخليك متوتر وهتحاول تتكلم معاه. برج العقرب، مهنيا ما تستسلمش قدام المشاكل لان انت هتقدر تعديها. عاطفيا الشخص اللي بتحبه هيساعدك ويدعمك في مشكله عشان تقدر تعدي منها. برج القوس، مهنيا هتواجه مشكله شغلاك بقالها فتره وهتاخد فيها قرار. اما عاطفيا فما تحطش الشخص اللي بتحبه تحت ضغط لان هو مش مستحمل. برج الجدي، مهنيا الحظ هيديك فرصه جديده في مجال عمل. عاطفيا حاول تستثمر علاقتك الكويسه بالشخص اللي بتحبه الفتره دي عشان تعزز مكانك في قلبه. برج الدلو، مهنيا هيكون عندك حماس اكبر انك تنجز كل الشغل اللي وراك. عاطفيا هتتجنب انك تتكلم مع الشخص اللي بتحبه في امور حساسه وده هيزيد غضبك. برج الحوت، مهنيا النهارده هتعدي مرحله مهمه في مشاريعك وده هيخليك تحس بثقه اكتر. عاطفيا هتحس ان الصعب انك تتكلم مع الشخص اللي بتحبه في اي موضوع وما يحصلش ما بينكم مشكله كبيره.